مدعين ضيف اليوم لتجربة قيادة سيارة وما كان على علم باللي ينتظره. كل السيارات تتحرك. يلا شباب نسكر الشارع. الحين دخلوا الشاشة. يلا شاحنة. تبديل الإعلان. دراي الشباب. الحين البنا. نرحب فيكم مستمعينا، بطل جديد نعرفكم عليه في حلقتنا اليوم، واللي يميز هالحلقة أن البطل يسمعنا الحين وهو متواجد عند الإشارة الضوئية في منطقة ديار المحرق. الأستاذ خليل أو أبو الأيتام مثل ما يحبون ينادون أهل قريته، استحق اللقب كون الأب الروحي لكثير من الأيتام اللي تكفل فيهم ورعاهم ماديا ومعنويا. والأيتام هذه يستاهلون أكثر وأكثر. أنا صراحة ما أستاهل، أنا ما أستاهل، رب العالمين هو الذي أكرمني، أنا ولا شيء، كل من عند الله سبحانه وتعالى. هو شعور ما يوصف أي إنسان، إذا الواحد يعني يحس الناس يقدرونه يحبونه، هذا دافع لكل واحد. شكرا لكم واجد واجد صراحةً.